أو بعض هؤلاء الرجال الذين خرجوا للتظاهر في بعض المحافظات. يعني هذه الصورة إحدى يعني جزء من الصورة في مصر، لكن ليست هي الصورة الكاملة، ومن واجب الجزيرة أن تعرض الصورة الكاملة. وأنا شخصيا أنت سألتني عن رأيي وعن انطباعي، فأنا أقول أن ما أرى على الجزيرة ليس هو الصورة الكاملة، هو طيب جزء من الصورة، ولكنها تصدرت نشرات الأخبار دكتور حسن.